وهل هناك أغلى وأحب إلى قلوبنا من مدينة السلام، مدينة التسامح والمحبة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا وصادف أننا منذ أيام اختتمنا فعالياتنا للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، ما تسمى حملة 16 يوم، وكان شعارها مصادفة لهذا العام: الحماية والأمان حق للمرأة المقدسية من انتهاكات الاحتلال. كانها وأدواتها الكفاحية وقف كل ما من شأنه التشويش عليها أو محاولة طمس توفجها وإطفاء نيرانها. ثانيا، بلورة موقف عربي وإسلامي موحد في مواجهة قرار ترامب وكافة القرارات والسياسات الأمريكية المعادية لشعبنا، وخاصة بعد سقوط قراره، بحيث يرتكز على وقف كل أشكال العلاقات والتواصل مع الإدارة الأمريكية وسحب السفراء العرب والمسلمين من واشنطن وطرد السفراء الأمريكيين من الدول العربية والإسلامية حتى عودة ترامب وإدارته الفاشلة عن قراره الجائر بحق القدس واعترافهم بحقوق شعبنا وتطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال أسوة لباقي شعوب العالم. الكلمة الأولى أن القدس عنوانه قضية فلسطين ورمزيتها الدينية، ومن أجل ذلك بيننا وبين الاحتلال الصهيوني معركة محمومة، معركة على العنوان وعلى الرمزية، وهم حاولوا وما زالوا أن يزوروا الرمزيات الدينية والتاريخية في القدس وأن يصنعوا لأنفسهم تاريخ ليثبتوا أحقيتهم في القدس.